الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان، الكبير القدير الديان، الغني العلي القوي الرحمن، أنعم على الأمة بإحسانه وجاد عليها بفضله وامتنانه، وجعل شهرها هذا مخصوصا بعظيم غفرانه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحمده على ما خصنا به فيه من الصيام والقيام، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام، وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان، وأشهد أن محمدًا أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته، الذي انشق ليلة ولادته الإيوان، وعلى آله وأصحابه الأعلام وأقمار الزمان. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان من افترض صوم رمضان على أمة الإسلام، وحباهم بالفضل والإحسان، وخصهم فيه بالعتق من النيران، فجعله صحة للأبدان ومطهرة للقلوب واللسان عن الذنوب والعصيان، وأنزل على سيد البشر ترخيصا بالإفطار لمن أصابه مرض أو ضرر. فسبحان اللطيف المنان الذي من على هذه الأمة بتمام إحسانه وجاد عليهم بفضله الوافر. هذا شهر رمضان، شهر الصفاء والخير والبر، فطوبى لقوم صاموا عن شهوات وقاموا في الخلوات، يتلون من آيات ذكره صحفا وضاعف لهم ربهم الأجور، ووعدهم في الجنة قصورا. وها هو شهر رمضان المبارك يقبل بأنواره وذكرياته الطيبة، فتفرح به النفوس وتستبشر به القلوب. ولقد شاء رب العزة أن يكون للمؤمنين من بين سائر الشهور شهر يقضون بياض نهاره في عبادة مفروضة، فكان شهر رمضان هو الشهر الذي تؤدى فيه هذه العبادة ذات الحكم السامية والثواب الجزيل. ولعظم ما يترتب على الصيام من إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق، جعلت فريضته من جملة أهم أمور الإسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله
إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواه مسلم. إن هذا لمن صام يوما واحدا في الجهاد، فما بال من يصوم شهرا كاملا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول: يا أيها الناس، إنه إذا استهل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنان، وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وكان لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار، ونادى مناد في كل ليلة: اللهم أعط كل ممسك تلفا وأعط كل منفق خلفا. هذا في من أمسك ماله عن الواجبات. فإذا استهل هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم. وأقل ما يجاز به الرجل أن يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. إن الصيام عبادة لا يطلع على صدق صاحبها إلا الله سبحانه وتعالى، علام الغيوب، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو عبادة عظيمة يعطي الله عليها الثواب الجزيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو لمحتاج أو ينفقه في سبيل الله تعالى. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك. فقد أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه إياها، فلامه الناس أي لام الرجل، وقالوا كان محتاجا إليها. وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنه. وعن ابن عباس وعائشة قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق الأسير
وأعطى كل سائل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور. إن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة، ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليهما السلام ويدارسه الكتاب الذي جاءه به، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. إن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، رواه الطبراني. فمن جاد على عباد الله وهو مؤمن جاد الله عليه بالجزاء والثواب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تصدق منكم اليوم؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. ويروى عن أبي الدرداء أنه قال: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذا شهر رمضان أقبل، فأسرعوا إلى الطاعات، واغتنموا أوقاته بالذكر وتلاوة الآيات والصدقة ومجالس العلم لقطف الثمرات يوم الجزاء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يعتقنا من النيران، والله أعلم وأحكم.